نخشى ولا نزال لا نخشى على أنفسنا أن تحطمنا أخطاؤنا. لما نستفضع أخطاء أولادنا ونشعر أن الولد وبالذات البنت لو أخطأ فقد تحطم بالكلية؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأننا فشلنا فعلاً أن نقنع أنفسنا في أننا نجحنا في تخريج أولاد أبناء وبنات أيها الإخوة ماذا؟ مستقلين، عندهم نقاط ارتكاز ذاتية، ينطلقون من قناعاتهم الذاتية المبررة وأحياناً عبر تجربة الخطأ والصواب. لم نفعل هذا منذ البداية، حميناهم عن كل شيء، منعناهم من كل شيء، وظننا أن هذه التربية. فهمتم؟ نخاف عليهم من الصورة ومن الكلمة ومن الهمزة ومن النكتة ومن الصاحب ومن الشارع، من كل شيء. لم ننجح، كبروا أيها الإخوة وهم شعروا بفراغهم وبأنهم هم فراغ سحيق، فشعروا بالنقمة علينا، على هذا الأب وعلى هذه الأم. وعلى فكرة نحن نمارس أحيانا أبشع درجات الأنانية حين نزعم أننا نحب أولادنا ونعمل على مصلحتهم ونحاول فهمهم وهم لا يفهموننا، ونحن في الحقيقة أنانيون. تعرفون نتلمح ماذا؟ لا نتلمح أن يكونوا كما قلت شخصيات مكتملة معمقة أيها الإخوة، ولها وجهتها ومارس ثقلها، لها تجاربها، لها أخطاؤها، لها صواباتها. لا لا لا، هذا لا يهمنا، ممنوعهم أن يكون لهم مكان لنا، ممنوع، هكذا قضاء وقدر. ولكن كل ما يهمنا ونتلمحه أن نفوز باستحسان الناس. إذا رأوا مستوى أولادنا التعليمي والفكري والسلوكي والديني، الولد يصلي والبنت محجبة وكله على ما يرام 24 قراط، نحن نرائي بهم المساكين، استغللناهم، انتبهوا، هم وسيلة لإشباع أنانيتنا دون أن ندري، ولذلك نجعلهم على فكرة موضع فخر، وهذا يؤذيهم نفسيا. حين كنت صغيرا كنت لا أحب لا من أستاذي ولا من والدي ولا من مشايخي أن يطروني أمام الناس، كنت أشعر بحرجي ولا أحب هذا. تعرفون كيف؟ لما كبرت حللت هذا الشعور، وإذا به شعور كل الأطفال. هذا الشعور يعطيك انطباع أنك شيء يتحدث عنك، صحيح؟ ليس من حقك أن تتحدث عني كشيء، مثل سيارتك، سيارتي ممتازة، موديل 2007، مش عارف كم سلندر، كم حصان، كم حمار. لا، هذا ولد، هذه شخصية مستقلة، هذه ذاتية منفصلة، لا تتحدث عنه باستمرار بهذه الطريقة، تحدث في غيبته. وانتقي كلماتك، وانتبه إلى أسلوبك جيدا جيدا، هو أذكى مما تتخيل.